وللمزيد معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله الكريم. كما نلاحظ أن بيان الهيئة أكد على أن زيارة بابا الفاتيكان كانت ضمن حملة دولية لترسيخ الأوضاع الشاذة في العراق، كيف قرأتم هذا الواقع؟ حياكم الله الكريم وحيا الله مشاهدين الرافدين. بيان الهيئة اليوم أكد أن زيارة بابا الفاتيكان كانت ضمن حملة علاقة دولية، للأسف كانت سياسية بامتياز، لأن العالم أجمع يعلم أن الأوضاع في العراق مأساوية، انتهاكات حقوق الإنسان في العراق أصبحت ظاهرة ممنهجة تقوم بها الحكومات والأحزاب وميليشياتها، ومعلوم أن العملية السياسية في العراق فرضها الاحتلال وبناها على أسس طائفية وعرقية، وقد تحولت بمرور الوقت إلى حكم ميليشياوي موالي لإيران. ما حصل هو أن البابا حاول أن يرسخ هذه العملية السياسية الطائفية ويروج لها عالميا من خلال هذه الزيارة التي قام بها، أولا في لزيارة في النجف ولقاءات مع أشخاص مجرمة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولقاء بعض المسؤولين الحكوميين وحثهم أو طلب منهم محاربة الفساد، ومع أنهم هم مجرمون هم فاسدون، هم هؤلاء هم يتسترون على المجرمين. الجانب الآخر وهو أن البابا غض الطرف عن التطرق والكلام عن مأساة العراقيين ومعاناتهم على يد الميليشيات الطائفية، خصوصا المهجرين منهم من المسيحيين، فكان على البابا أن يعلنها صراحة باستنكار هذه الجرائم، خصوصا أن آلاف البيوت تمت مصادرتها من قبل الميليشيات الطائفية في بغداد وبعض المحافظات الأخرى. نعم. في المقابل دكتور، لاحظنا أن بابا الفاتيكان لم ينتقد ولو بتحفظ نظام المحصصة الطائفية والعرقية، وهو النظام الذي فتت نسيج المجتمع العراقي. لماذا لم ينتقد؟ لماذا لم يقم بهذا الانتقاد من ناحية؟ وكيف أسهمت زيارته في تصدير الصورة التي يريدها النظام في العراق إلى العالم؟ للأسف يعني هذه الغاية من زيارة البابا، هو أن يظهر حكومة العراق والعملية السياسية الموجودة الحالية على أنها حكومة ليس فيها الصورة التي هي حقيقة صورة مأساوية قامت بها هذه الحكومات على الشعب العراقي. أراد زيارة البابا أن يستمر دعم الدول الغربية في دعم هذا النظام، مع أنه نظام استبدادي، نظام قمعي، نظام اشتهر وفاق كل الجرائم، نظام الموت والقهر والاستعباد في العراق. فكانت هذه مهمة البابا، وهذه مهمة خطيرة في خصوصا في الأوضاع التي يمر بها العراق. نعم دكتور، كما تابعت قام البابا بتكريم القادة، قادة الميليشيات، وفي هذا التكريم ربما رسالة ذات أكثر من اتجاه، وهي لا تتطابق مع كل الأحوال على كل الأحوال مع شعارات التسامح والسلام التي رفعها البابا ورفعت بشكل عام. كيف يمكن تفسير ما قام به؟ هل يعرف أن هؤلاء يقودون ميليشيات تقتل الشعب العراقي أم لا؟ من غير المنطقي أن يكون بابا الفاتيكان لا يعلم بهذه الأمور، وأن من يلتقي بهم هم مجرمون، وأن من كرمهم هم متهمون بجرائم إبادة جماعية في الموصل وفي صلاح الدين وفي العراق عموما. فكان تكريمه لبعض هؤلاء القادة ولقائه ببعض هؤلاء القادة هو أراد أن يرسخ كما أشار بيان الهيئة اليوم واقع الانفلات الأمني و انتشار الفساد والقتل المستمر، وهو يتعارض تماما مع ظاهرة أو ما يعلنه البابا من أنه أتى للسماح وأتى لاستقرار العراق. فهذه كلها تشير إلى أن هناك تناقض في زيارات البابا من خلال لقائه مع المجرمين والذين هم متهمون بارتكاب جرائم حرب في العراق. نعم. أخيرا دكتور، لماذا صمت البابا عن التدمير الذي شاهده في الموصل وكذلك الدماء التي أريقت هناك؟ لماذا يتجاهل كل هذه الحقائق؟ حقيقة هذه يسأل عنها البابا، وهذه مشكلة كبيرة جدا أن يكون البابا يصمت، خصوصا أنه قد تحدث على ركام مأساة الموصل. هناك آلاف الجثث، هناك إلى هذه اللحظة جثث، مئات الجثث تحت الركام، لم يخرجها، لم
تستطع الحكومة أو لم تقدم الحكومة على إخراج هذه الجثث، فكان البابا لزاما عليه أن يستنكر هذه الجرائم وأن يعلن أن هناك انتهاكات صارخة بحق العراقيين ومنهم المسيحيون. البابا للأسف كان ينظر إلى الركام وهو يتكلم ويخاطب القادة العراقيين الذين هم سبب ودمار الخراب بأن ينقذوا العراق، مع أنهم هم المتسببون. كان الأولى به أن يدين هذه الانتهاكات وهذه الجرائم ويصرح بها علنا. شكرا لك دكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين.